حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أظهرت بيانات وزارة المالية في العراق لشهر أيلول الماضي استمرار بقاء النفط في المرتبة الأولى بحجم الإيرادات المالية للشهر السادس على التوالي. بحسب الوزارة، ما يزال النفط يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 96%، وهي نفس النسبة للأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الراعي هو الأساس في الموازنة العامة للعراق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات النفطية لشهر أيلول أكثر من 122 تريليونا و 796 مليار دينار. ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي نحو 1% مع تذبذب أسعار النفط عالمياً، وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 83 سنتاً ليصل إلى 92 دولاراً وعشر سنتاً للبرميل الواحد، وارتفع أيضاً خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 83 سنتا أيضا ليصل إلى 86 دولارا وواحد وثلاثين سنتا. وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا بعد اتفاق تحالف أوبك بخفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا في شهر تشرين الثاني، يقابلها توقعات بركود اقتصادي في أوروبا وأمريكا. انخفضت أسعار النفط بنسبة قليلة مع مخاوف الركود والتزام الصين بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا بالرغم من قلة المعروض. وانخفض خام برنت 22 سنتا ليصل إلى 97 دولارا و69 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا ليصل إلى 91 دولارا و51 سنتا للبرميل الواحد، وسجل كل من الخامين أعلى مستوى لهما منذ شهر آب يوم الاثنين، وسط تقارير تفيد بأن القادة في الصين أكبر مستورد للخام في العالم يفكرون في الخروج من قيود البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا. ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، وارتفع سعر الغاز بنسبة 11% إلى أكثر من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ السادس من تشرين الأول الماضي. وصعدت أسعار الغاز بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. أفاد تقرير بأن الدول النامية بحاجة للحصول على تمويل خارجي يبلغ تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغيير المناخ بحلول نهاية العقد. وقال التقرير إن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي. وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.